Besser spät als gar nicht, oder? نحن عم نتظاهرون ضد أعمال الإرهاب، أعمال القتل، أعمال الإجرام اللي بيمارسها الإرهابيين في سوريا. نحن مع بلدنا، نحن مع رئيسنا، نحن مع الإصلاحات، نحن مع الديمقراطية، نحن مع الحرية، نحن مع تبادل الرأي والحوار. يجب أن تحل المشكلة السورية بالحوار، بالتفاهم بين السوريين، لا للتدخل الخارجي. نحن نحيي روسيا العظيمة ونحيي الصين ونحيي كل أصدقائنا في العالم اللي وقفوا معنا هذا الموقف العظيم. وبالتأكيد إن شاء الله عندنا ثقة كبيرة أن سوريا بدها تنتصر إن شاء الله. نحن اليوم طالعين لنقول للسيد الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية أن نحن معه قلب وقالب، ونطلب من الحكومة الألمانية وعلى رأسهم السيدة ميركل أنه ما تتدخل ببلادنا أبدا بسوريا. عشبين هويت اليوم اجينا لهون لحتى نحن ضد الارهاب اللي عم يصير على بلدنا على وطننا، اللي طلعوا وعم يحاربوا وعم يقولوا باسم الحريه. الحريه ما بتقتل الناس وما بتدبح الناس وما بتخلي اهالينا ما بنعرف وينهم بالاخت المختطفين، صاروا بكل سوريا موجودين والارهاب موجود والتخريب. فهذا ما بعتقد انه هذا الحريه اللي نحن بننعم فيها. وميركل اللي نحن هلا بالمانيا هون كان نتمنى توقف معنا، لانه نحن بندعم السلام، نحن اللي بدنا الحريه من هدول الاوباش اللي جايين يخربوا البلد عنا، اللي كانت كلياتها بلد السلام، بلد هي اللي بدت من عندها الحضارة عنا من سوريا. شكرا كثير.